طيب انا عاجبني كمان حضرتك بتدي مثال لكل حاجه عشان توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين وتبسط الدنيا اكتر. بالظبط يعني هذا المركز زي ما قلنا ان هو هيكون فيه البيانات الحكومه موجوده فيها، وكمان هيقوم بتحليل هذه البيانات. ازاي تحليل هذه البيانات هيساهم في توضيح صوره اكثر لصانع القرار بانه يقدم خدمات افضل، بان احنا نعتمد على البيانات اللي موجوده ونقوم بتحليلها وبالتالي نشوف هنعمل ايه في المستقبل. تمام، احنا دلوقتي دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بقى هو الحاجه الاساسيه اللي موجوده في كل مكان. والذكاء الاصطناعي بيتكلموا عنه دلوقتي على ان هو الحاجه اللي لو في دوله في العالم ما دخلتهاش خلال العقد اللي بدا من 2020 ل 2025، الدوله دي هترجع لورا 40 سنه. ومصر بدات. تمام، طيب عشان يبقى عندي ذكاء اصطناعي يبقى عندي ايه؟ اولا خلينا نقول هو ذكاء اصطناعي مناظر لذكاء بشري كده عشان نبسط للمشاهد. تمام؟ عندك ابنك في البيت عايز تطلعه عبقري، وهو عايز نعمل لمصر مخ ذكاء اصطناعي عبقري. هل ابنك في البيت عشان تربيه وتطلع مخه كويس جدا عايز تحط فيه قيمك انت واخلاقك انت وعرفك انت واسلوبك انت عشان تطمن عليه لما ياخد المخ ده ويطلع بيه للدنيا ويتفاعل بيها مع المحيط وهو وصل 20 سنه ولا حاجه كده، يبقى انت عارف سلوكياته كلها منضبطه ولا لا؟ هو ده. انا كل العقليات بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي اتدربت على مستوى العالم مش متدربه على 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 كود مصري، مش متدربه على حاجه مصر. فانت لو طلعت نفسك وبياناتك لها اولا ما تضمنش انها تبقى واخده شكلك وعقيدتك واسلوبك وثقافتك وكل حاجه من ده، فبالتالي مش هتديك الحلول المناسبه بالظبط لبيئتك. حضرتك تفضلتي بحته ممتازه. الحاجه الثانيه مش هتأتمن انك تطلع بيانات استراتيجيه لبلدك لو عايز حاجه في حته استراتيجيك انك تطلعها بره، فانت عايز برضو تبقى عندك هنا. فاحنا عشان ندرب مخ لازم حاجتين، لازم القدره العقليه اللي انت عايز تدرب بيها اللي هي البروسيسنج باور او القدره الحوسبيه الضخمه دي تبقى عندك. ودي اول مره تتوجد في مصر في مركز بي 1 بتاع العين السخنه، بقى عندنا حاجه جي بي يو بيلد او مبنيه على بلاش بقى نقول الجرافيك بروسيسور يونتس اللي هي الوقود الاساسي للذكاء الاصطناعي، بقى عندنا حاجه تقدر تفكر بشكل التكنولوجي بتاعت الذكاء الاصطناعي عشان نبسط للمشاهد. طيب انا لازم احط لها بقى كمان بيانات اللي هتتدرب عليه، صحيح. فبقى عندي الجزء اللي طالع من ارشفه الحكومه، البيانات اللي موجوده ولسه بنكمل انا بقول اهو، يعني اللي اتوجد ده دلوقتي ما يعادلش 30% من اللي الدوله عايزه تحطه من بيانات، لسه في 70% هيكمل. الدوله احلامها اكبر من كده في 2030 بكتير. تمام، فبقى عندنا قدره وبقى عندنا قدره تخزينيه. ده احنا عندنا 120 الاساسي بس 120 بيتا بايت، ده غير الفرعيين. الاساسي في 1200 راك وفي 1374 خادم سيرفر، دي غير الفرعيين. في أربعة فرعيين فيهم 1400 راك تانيين وفيهم 70 بيتا بايت قدرة تخزينية. يعني لا، الدنيا كبيرة، الدنيا كبيرة. بلاش، احنا عندنا مساحة 130 ألف متر لداتا سنتر. شوف ده بقى تكسباند. بلاش بلاش ده كله. عندك أماكن فيه لتدريب المهندسين على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. أنت لو كنت عايز تدرب دول كنت هتدربهم فين؟ لو ما عندكش المخ اللي موجود اللي تدرب عليه وما عندكش ده. ده عندك قاعات وعندك اماكن مجهزه، الدوله عامله حسابها رفع الكفاءات. الدوله داخله بخطه، بخطه حاطه كل حاجه، حاطه انت عندك ايه، اعمل لك الانيبلرز او الممكنات اللي احنا بنقول عليها باللغه العربيه، اهي عندك الممكنات، عندك اهي التخزين وعندك اهو البروسيس. عايز الكاليبرز، عايز المهارات التالنتس، هدرب لك الناس واعمل لك كذا واعمل لك كذا وترجني كذا. فهو ده وده المحور اللي كان فيه كلام سيادة الرئيس، ان هو كان بيتكلم على الشباب كمان في ده. طيب دكتور، كمان من ضمن الاهداف الحقيقه لمركز البيانات، مركز مصر للبيانات والحوسبه، هو تقديم التطبيقات الحرجه. ايه هي التطبيقات الحرجه؟ طيب بصي حضرتك، احنا النهارده في عندنا حاجات معينه زي ما قلت لحضرتك امنيا وكامن بياناتك لا يمكن تطلع بره مصر. لا يمكن. تمام؟ احنا عندنا حاجات معينه في عندنا وفي كل دول العالم استراتيجيا لازم تبقى على شبكات لوحدها في الاتصالات، لازم تبقى على اماكن تخزينيه لوحدها، لازم 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 تبقى مؤمنه لدرجه ان لا قدر الله في ازمات وكوارث، لا قدر الله في كذا، في في
في حروب لقدر طبعا ربنا ما يكتب اي حاجه على مصر يا رب وتنيها امن وسلام طول عمرها يعني، بس كل دوله بتخطط للطوارئ. خلينا نقول باللفظ الدارج الازمات والكوارث على مستوى العالم بيسميه كده. النهارده عند حضرتك مركز البيانات الرئيسي ده ليه جنبه 4 فرعين؟ لان في تطبيقات لا تقبل انها تقف ثانيه، لان عليها خدمات حرجه موجوده لازم تكون موجوده طول الوقت، وبيانات لازم تكون موجوده طول الوقت، وخدمات ربط لازم تكون موجوده طول الوقت. حضرتك النهارده لو مؤسسات مصرفيه ولا مؤسسات بنكيه حضرتك دخلت كده ولقيتيها مش شغاله، الناس اللي لهم حسابات فيها هيقلقوا ولا ما يقلقوش؟ طبعا. حلو قوي. فانا بضرب مثال على دي ومش عايز اروح لحاجات اكثر تخصصيه يعني. فانا النهارده مركز البيانات الرئيسي بالاربعه الفرعيين لو واحد في كسر من الثانيه نزل ما بقاش موجود، التاني بيقوم في الكسر من الثانيه ما فيش بني ادم بيعرف. فدلوقتي شغالين بما يسمى علميا اكتف اكتف، يعني ايه؟ يعني ده قايم وده قايم. فبالتالي ما بقاش عندك مشكله، ما فيش اي حاجه حرجه ولا يمكن تقف، هتتنيها شغاله طول الوقت لانها مؤمنه بما يسمى الدي ار، دي ار ديزاستر ريكفري سنتر او مركز البيانات الاحتياطي للازمات والكوارث.